توقع خبراء أمميون نزوح نحو 300 ألف من مسلمي روهينجا في ميانمار إلى بنغلاديش بسبب العنف الطائفي، محذرين من نقص تمويل الأغذية الطارئة للاجئين. لهذا نظم المئات في إندونيسيا مظاهرة أمام سفارة البورمية في جاكرتا للمطالبة بوقف العنف ضد أقلية روهينجا، فيما نظم المئات مظاهرات مماثلة في كل من باكستان وأستراليا مطالبين بوقف العنف ومنددين بالوضع الإنساني المتدهور في ولاية راخين. نزوح عشرات الألاف من روهينجا خلال الأسبوعين الماضيين هربا من الانتهاكات المتواصلة بحقهم لم يكن المرة الأولى التي تتعرض فيها هذه الأقلية للتنكيل في ظل تواصل التنديدات والانتقادات التي لا تحرك الساكنة. التعس أهل الأرض جميعا اختارت مجلة نيوستيتسمان هذا العنوان على غلافها، لكن ليس هذه الأيام. صدر هذا العدد قبل عامين من الآن، بيد أن التعاسة لا تزال تكسو وجوه هذه الأقلية في مشارق الأرض، ولا يزال تنكيل السلطات البرمية متواصلا. قصة الاضطهاد الممارس ضد مسلمي ميانمار أو الروهينجا صار نهجا مستمرا منذ أعوام من قبل السلطات، والنزوح من قبل المواطنين والإدانات من قبل المنظمات الدولية، لكن لا نهاية. ولا يواجه مسلمي الروهينجا الخطر في الداخل والنزوح إلى بنغلاديش فحسب، إذ قرر عدد من منظمات الإغاثة الدولية وقف تقديم المساعدات الإنسانية إلى المخيمات التي يقيم فيها أعداد كبير من مسلمي الروهينجا خشية تعرضهم لمخاطر أمنية. من نيويورك، وبعد انتقادات عنيفة من جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش الذي قال إن العنف ضد الروهينجا صار سببا في التوتر الإقليمي، جاءت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بشؤون حقوق الإنسان في ميانمار لتنتقد الزعيمة البرمية أون سان سو كي لفشلها في حماية مسلمي الروهينجا. وتتزايد الانتقادات الموجهة لرئيسة الوزراء سو كي من قبل عدة دول إسلامية وشخصيات دولية بسبب صمتها تجاه أعمال العنف والتقتيل الممارسة ضد أقلية الروهينجا المسلمة في بورما. كما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج للمطالبة بسحب جائزة نوبل للسلام من الزعيمة البرمية التي امتنعت حتى الآن عن إدانة أعمال العنف والتقتيل التي يمارسها الجيش البرمي. فهل تنهي الإدانات ما يعانيه أتعس أهل الأرض؟